السلام عليكم. اليوم راح نلعب دويرة لنقف على آخر الأشغال اللي راهي جارية، يعني اليوم والبارح الأيام. إذا نلاحظ أنه عملية فرش التربة أو الرمل الصافي الفرن متواصلة، وكذلك عملية وضع الكراسي متواصلة، والشيء اللي ما ظهرش هو اللوحات الإلكترونية اللي تمت يعني الأشغال بها انتهت. إذا هذا هو حالة الأشغال إلى يومنا هذا بملعب دويرة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.